يا بني إذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، وإن كنت على الطعام فاحفظ حلقك، وإن كنت في بيت الغير فاحفظ بصرك، وإن كنت بين الناس فاحفظ لسانك. يا بني لا تضحك من غير عجب، ولا تمشي في غير أدب، ولا تسأل عما لا يعنيك. يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الباطل يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم. إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. إياك والسؤال، فإنه يذهب ماء الحياء من الوجه. لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك بسطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. يا بني إن من الكلام ما هو أشد من الحجر، وأنفذ من وخز الإبر، وأمر من الصبر، وأحر من الجمر. وإن من القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطيبة، فإن لم تنبت كلها نبت بعضها. كن كمن لا يبتغي محمدة الناس ولا يكسب ذمهم، فنفسه منه في عناء والناس منه في راحة. يا بني إذا جلست لذي سلطان فليكن بينك وبينه مقعد رجل، فلعله يأتيه من هو آثر عنده منك فينحيك فيكون نقصا عليك. لا تطلب العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء أو ترائي به في المجالس، ولا تدع العلم زهادة فيه ورغبة في الجهالة. فإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فيصيبك بها معهم. لا يأكل طعامك إلا الأتقياء، وشاور في أمرك العلماء. اختر المجالس على عينك، فإذا رأيت المجلس يذكر الله عز وجل فيه فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك عييا يعلموك، وإن يطلع الله عز وجل إليهم برحمة تصبك معهم. لا خير لك في أن تتعلم ما لم تعلم، ولما تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك كمثل رجل احتطب حطبا فجعل حزمة يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تبارك وتعالى لا يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. اتخذ تقوى الله تجارة، يأتيك الربح من غير بضاعة. ليكن لك علو الهمة في طلب الجنة والعزم للشهادة في سبيل الله. أرجى الله رجاء لا تأمن فيه مكره، وخاف الله مخافة لا تيأس بها من رحمته. اتق الله ولا تري الناس أنك تخشى الله ليكرموك بذلك وقلبك فاجر. إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيها ناس كثير، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الإيمان بالله، وشراعها التوكل على الله، لعلك أن تنجو ولا أراك ناجيا. لا تنسوا إخبارنا في التعليقات ما هي الوصية التي تعتقدون أنها أكثر أهمية لنشر الحكمة والفائدة. لا تترددوا في مشاركة المقطع مع أصدقائكم.